مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل الصلاة وهي بنبدأ. اسمي تشين بن غان، قبل 5 سنوات جيت من الأرض لهذا العالم الخالد، نفس المعبر القديم مع عدم القدرة القديمة على الصقل دون جذور وهي، نفس النظام القديم، لم أكن أعتقد أن كل شيء سيحدث لي، لقد مرت 5 سنوات الآن. الاختلاف هو أننا يمكنك أن تصبح أقوى حتى تكمل 1000 مهمة. المهمات هي مسألة تافهة في الحياة، والمكافآت هي الأشياء التي يمكن استخدامها في الحياة. ذلك يعتمد على النظام ليعيش حياة مريحة مثل هذا. ويقول شن ما هذا الهراء؟ أعطني زوجة ومكيف للهواء وسأرتدي هذا ونرى يائس من هدايا النظام. تم اختيار مهمة جديدة. ويقول شن ما هذا المهمة مرة أخرى؟ صناعات الألعاب بالأطفال أم أنك شجار بين الزوجين مرة أخرى؟ ويقول النظام ذهب للطائفة الجبلية ليبسق الشاي. ويقول للطائفة الجبلية أنت لا تعرف أنها الطائفة الخالدة التي تحكم تاو جيفاني القريبة، ليس كذلك؟ لقد تعلم كل شيء في السنوات 5 الماضية ولأنني غير قادر على صقل نفسي، فكيف علي أن أواجههم؟ هل انت ستساعدني وتعطيني طاقة لأصبح الأقوى؟ لا حاجة، يجب أن يكون الرجل قوية لحد الزمني و3 أشهر إذا لم يكتمل سيتمسح المضيف. كنت أعرف وقلت الناس ذلك، فهي السنوات 5 الماضية تسليم الأطفال لصنع ألعاب الأطفال، وقد جاء جميع أنواع المهام الغربية. مهمة واحدة فقط لانضمام الأطفال إلى طائفة الجبال، وتريد أن تجعل كل مالي 5 سنوات من عالم الشاق الذهب سدا. لا أصدق، لا أستطيع تحمل ذلك. وبعد مدة وراه يخرج حسنا طائفة جبلي، أين هي؟ وراه يفتر ويقول للنظام يجب أن يكون الرجال يعتمدون على أنفسهم. ويصرخ عليه تشين حسن أخرس، أنا لا أعتمد عليك على الإطلاق. هو يفكر أنا الله، إذا استمرينا في البحث بشكل أعمى لمدة 3 أشهر فمن مشكوك في ماذا كان بإمكان العثور عليه أم لا. هذا النوع من الطائفة الخالدة مخفية في الجبال، لذا لا توجد طريقة لمعرفة ذلك في الحياة المميتة. كيف يمكن العثور على أدلة؟ وانا اسمع صوت وانا بطل يفكر تشين في انتظار ان تسقط من السماء وحققت هدية من السماء، وهو ينتبه ونرى الهدية ويحاول يمسك بها. هذا صحيح، لكن يقول اسف سقطت ودمرت الارض. هل هي فتاة جميلة جدا؟ يجب ان يكون متدربة اذا كانت يمكن ان تسقط من السماء، ليس كذلك؟ لكن لماذا سقطت من السماء وانا لا تستيقظ وامام شخصيتنا الرئيسية؟ انها لا تفزع وتقول انت. ويقول تشين لا تفهميني خطأ، لما بفعل اي شيء. وانا اتفاجأ بالنظر اليه وتقول ارجوك ساعدني يا سيدي. ويقول تشين سيدي اساعدك. ونرى الشخصيات خالدة تحاصرها. ويقول تشين يتم مطاردتها. الستي انستي هناك كثير منهم من افضل التربي. وانا تقول سيدي. ويقول تشين شفقتك لا فايدة منها. ونرى الجميع كيف يمكن مجرد بشر ان اهزم الكثير من المتدربين الخالدين. ونرام يركون لي ويقول انا اسف على ازعاج يا سيدي. واذا تم التدرب خالدين هل يجب عليكم الركوع؟ ويقول تشين وانا اعود الى المنزل. ويقول مهلا، انا لا اعرف متى سيعود السيد من الرحلة. ماذا الدجاجة يتكلم؟ من الواضح انني مطار في نيق لكني اصبحت ديك. انا محرج جدا، هذا المرة رأيت ان السيد حزم الكثير من اشياء حتى سكين المطبخ تم اخراجها، فلماذا انها ليست محظوظة جدا؟ انا اذا تحولت بالفعل الى تنين ولا اذا تعنين علي ان عاشش في هالحفرة السمكة هي تنين. وكان سكين مطبخ يصرخ كل يوم بان جاء وعطشان ويريد قتل الناس، هل سيكون غير مقيد؟
ويقول له طير فيني قط ملاش غير بالك، اذا لم يسمح السيد لا بقتل الناس فلن يجرؤ. ونعود الحاضر وتقول فكر الفتاة، عندما رأيت الأول مرة صدمت لكني ما ارتكب خطأ، هذا الشخص من كبار الشخصيات. ويقول ذون الراكعين هناك إيقاع من دا حوله من أصعب الاقتراب تحت هذا الضغط. ويفكر ظنت انه يمكن يمسك بمر لغشيوي من دون اي مشاكل، لكن ما توقع منها تقابل مثل هالوجود، انه مرعب جدا، نظره واحدة فقط واشعر ان روحي ستتبدد فقط، انه وحشي. وانا يقول لهم تشين اذن، ويقول لهم موزعون، نعم اذا كنت تريد ان تقول لنا اي شيء من فضلك فقط لنا وسنرحل على الفور. ويقول تشين هذا اكثر من اللازم، ها لقد فهمت انهم في الواقع نصيبون، لما كان ارغب في مهاجمة فتاة ولكن بسبب النظام كنت مجرد دمية تنفذ الامر. ويقول لهم ماذا ان ترحلوا بعيدا، يجب ان اضع وجها جيدا. ويقول شكرا جزيلا يا سيدي، ويهربون. وتأتي الفتاة مرلوخ، هذه الفتاة صغيرة مرخشية وتشكر السيد لإنقاذ حياتها. ويقول تشين بعد كل شيء استيقظي، لما فعل أي شيء وتتساءلي فهم أنا مجرد بشر ولست أحد السادة. وتفكر مرلوخ مجرد بشري قادر على تخويف أربع خبراء مرحلة جين دان بحضوره فقط، لكن يجب أن يكون لدى السيد أسباب الخاصة القول ذلك. وتقول مرلوخ هذا صحيح أنت مجرد بشري. ويقول تشين لا، التعبير الخاص بك يقول انك لا تصدقين هذا على الاطلاق. ويقول تشين انا صحيح القت ان اسمك هو مورلوك شوي، هل هذه هي العذراء المقدسة الطائفة شبه مورلوك شوي؟ وتقول مورلوك هاي سيدي هل تعرفني؟ ويقول بالضبط مورلوك الصغيرة يجب ان اذهب طائفة تكدثها بعد. وترد مورلوك طائفتنا عظيم كل شيء تحت تصرف السيد. ويفكر لما كان يتوقع حصول هذا الآن لا يمكن فقط العثور على الباب خلف طائفة الجبل، ولكن يمكن أيضا تجربة رحلة متدرب الخالد. تقول له مورلوك سيد الطواف هناك. ويقول تشين هل هذا صحيح؟ وتفكر مورلوك لما كان يعرف أن الطائفة التي اتصل بهذا النوع من الوجود، لذا ربما سيمنحني هذا بعض الفرص تجربة رحلة الخالد عبر السماء. ونرى مساعدة وبعد فترة المشي بطلنا يائس. وتقول تشين الفتاة صغيرة مورلوك لأنني مجرد بشري يمكنني فقط المشي، لذا أنت تعرفين. وتقول مورلوك فهمت إذا شمشي معك. ويقول شخصيتنا رئيسية تشين إيه يريد الطيران بس لكنها تجد المشي معه، ونرى تتدرب الاختراق وشخصيتنا الرئيسية تطبخ. وبدأت على وشك الاختراق لكنها تفشل، التركيز ليس كافيا. وتقول مورلوك لما زلت فشل، لقد كنت أشاهد الماء وتنقيع الودة أشهر ولا يزال هناك أي طريقة الكسر من خلال الزجاجة، ماذا يجب أن أفعل؟ ويقول تشين أعتقد من ممكن أنها ستوجهني إلى الطائفة الجبلية، ولكن الأمر يترجج يترجح الدرجة أن لا يزال يتعين علينا المضي قدم خطوة بخطوة، لذا فهي مزعجة. وتقول مورلوك سيدي، ويقول تشين ما الخطب؟ تقول مورلوك سيدي لدي طلب اللي أطلبه منك. نرى مورلوك مبللة بالماء، ويقول تشين فتاة هذا الطلب الذي تريدين مني أن أساعدك في حله لا علاقة بالماء. ونرى تقول مورلوك نعم كيف علمت هذا الصغيرة حقا تعترف بحكم السيد؟ وتفكر اعترف بي بعد تجويف ملابسي. يقول تشين ملابسك هذا يجعل رجل مثل غير قادر على النظر اليك، وايضا ذلك بالعودة للخجل. ونرى تقول لمرنق سيد. ونرى يقول تشين اهم لا شيء. وانا تفكر مرنوغ سيد لم يرى اني متدربة فنون مياه فقط، ولكن اعرف اني لا استطيع التقدم في تدريبي على الفور. السيد له طرق غامضة. السيد وانا تقترب منه وتقول هذا الاختراق مهم جدا بالنسبة لي، في الماضي طلبت توجيهات من والدي وجدي لكنه ما لم يعودا موجودين بعدنا، لا يمكنني الآن فقط طلب مساعدتك لاختراق. ويقول تشين أنا دخيل ليس لدي الحق في إشراك نفسي بشؤونك الخاصة.
ويفكر تشين أولا اشربها التدفئة نفسك سيناقش ما يجب القيام به في وقت لاحق. يقول وانا يمتلك المتدربون خالدون عديد من وسائل مساعدة تحقيق الاختراق. وتقول مرنوق انا حق لا استطيع اطلب منهم مساعدة. وتفكر ها ماذا يحدث. السيد خالد ولا يريد التدخل بشؤون الفنيين. السيد لديه خطة عميقة في جعله يشرب هذه المياه. وانا تغصب المياه ويقول يعني عوضة عن مراقبة المياه وانتظار التنوير يجب ان يكون المرء واحد مع المال يتم تنويره. واخيرا نجحت في الاختراق مرق وتركع وتقول لها الصغيرة تشكر السيد على تنويره لين انسابد هذا الدين طول حياتي. وشين وهي ماذا فعلت. وانا اخيرا وصل للطائفة تشين ويفكر تستحق ان تدعم طائفة الخالدين انها رائعة للغاية. لما كان اتوقع ان تكون فتاة صغيرة مروغة بنسي الطائفة العجب انها لا تستحق تجفيف ملابسها بنفسها. نحن ندخل من خلال الباب الخلفي حتى العمال يجب ان يتركوا المؤهلات الدخول من خلال الباب الامامي. وبعد استماع القصة شوي مرغ كان لديه فهم عام للوضع. نرى رئيس طائفة مرغ يونهاي يقول يونهاي لا يمكن رؤية لا يمكنك رؤية قاعدة التدريب لكن شيء خاص به شبيه بشيء خالدين وهو محاط بال الداو وكل خطوة يقوم بها محسوبة من قد يكون. ولماذا لم اسمع به؟ لماذا يريد مثل هذا الشخص انضمام طائفتنا؟ ويقول الشيخ طائفة تشينغ شوان مثل سيد قوي انضم لنا الفتاة الصغيرة هل هذا نوع من النكات؟ وتقول مرنوغ أبي عمي أنا لا أكذب لقد صدمت جدا عندما علمت أن سيد كان يحاول انضمام لطائفتنا. أخبرت أن ينتظر في الخارج وأنا أتيت لأجدك. ويقول يونهاي لا تقول المزيد يا فتاة لم ترى العالم حتى الآن أعتقد أنك تقيت بمتدرب محتال. لق تشينغ هشوان سأتي الدراسة الكنز معك لاحقا أولا يجب أتعامل مع الكذاب. ويقول تشينغ هشوان حسنا. وتقول أمرو غبي أنا أقول لك. ويقول يونهاي تجرع الكذب على ابنتي لا بد لي من رؤية من لدي الشجاعة للقيام بذلك. سأرى ماذا كان لدي بإمكان استمرار في هذا. هنا يخرج ويقول لهم هاي صغيرتي هل قلت ان جسدك اللي هي بعث شي خالد؟ وتقرب مرنوغ نعم لا يستطيع الا برؤيتها. ونرى تسمين هذا بعث شي اشبه بكون جسد مصنوع من الشي النقي باكمله. ويفكر تشين هنا هذا هو زعيم الطائفة يجب ان احيي زعيم الطائفة بسرعة. ويقول له مرحبا لكن يونهاي ينحني له ويقول له لم يكن اعرف ان السيد خالد كان تواجد هنا اذا لم تلاتي فورا لقد ارتكبت خطيئة تستحق الموت. ونرى تشين ويفكر زعيم الطائفة انا مجرد بشر كيف يمكن ان ادعى زعيم الطائفة بالقتاه يا قبل ارجوك توقف. لا يمكن يستقبل متدرب السادة والاخوة الاخرين ليس هذا الاب والابن غريبان قليلا مذعور. وتقول مرغ السيد يدرب عقلك البشر كبه جماعة حامل افضل لا تذكر كثير عن التدريب حتى لا تغضب السيد. ويقول يونهاي لكن هذا لا يمكنك التفكير فيه على ان بشر باي شكل من الاشكال. ويقول يونهاي إذا أردت كيك منادات بيونهاي سمعت أن السيد يريد انضمام لطائفتنا بتوضع. ويقول تشين هذا صحيح. ويفكر تشين مهلا يونهاي اسمه الأول إذا سمحت لي بذلك فأنا أرغب بالبقاء في الطائفة حتى لو كنت عامل هنا يدويا. ويقول له يونهاي لا. وتقول مورنو غبي هل أنت مجنون؟ ويقول تشين ماذا لماذا أنت أكثر قلقة مني؟ ويقول يونهاي في هالحالة سأقدم استقالة من منصبي كزعيم طائفة من الآن أنت زعيم طائفتنا. ويقول تشين هذا الرجل مجنون تماما. ويقول تشين لا على الإطلاق لا كيف يمكن أن يكون زعيم الطائفة؟ ونرى يونهاي يفكر كنت مهملا يبدو أن هذا العرض ليس جيدا بما يكفي السيد. تقول مرغ هذا. ونرى يونهاي في هذا الحالة لن يكون مؤدبا. ويقول له تشين من فضل نعم من فضلك. ويفكر له يعني انت لن تطردني ليس كذلك حين سأفشل في المهمة. ويقول يونهاي سيد لقد اتخذ قرار نيابة عن والدي بالسماح لها بالانسحاب من منصبه كسلف للطائفة من الف صاعد التسلف الطائفة الوحيد في طائفتنا الجبلية. لهذا يضرب تشين رأسه ويفكر اذا انت فانت حق ابن غير بار هل من الصعب جدا التواصل مع متدربين خالدين؟
التسلل الهرمي من الطائفة من الأعلى الأسفل، أول واحد زايم طائفة والثاني سادة جانح والشيخ والأسياد والتلاميذ المباشرين والتلاميذ الداخليين والتلاميذ الخارجين إلى عامل يدوي. وقلت على الرغم من أنني لا أستطيع الصقل لأني سمعت بعض الأشياء من الطائفة، أنا مجرد بشر يشعر بالخوف من أني لست مؤهلا حتى لو كنت تلميذة وتريد مني أن أكون سلفا، ما الذي يجب القيام به؟ سأجد طريقة الإقناع. أخي تجي فكرة، لكن مؤيون هاي قلة قد تقرر الأمر من الفصاعد التسلل طائفتنا كان غير مهذب، حق السماح السيد بوقوفنا لفترة طويلة أثناء التحدث الآن، إن ذهبوا نجلس في الصالة إنها جاهزة. وقلت شين مهلا يجلس سيدنا إن أنا وتقول أمر غبي وتقول لمنوغ العم تشيخ غشوان لا يزال في القاعة، ليس كذلك؟ أنت والعم تشيخ غشوان لديكم نفس الموقف حول السيد، العم تشيخ غشوان لا يعرف الوضع حالي، وإذا قال فجأة كلمات غير محترمة السيد ويقول ينهاي لقد نسيت هذا تماما، لينطلق بسرعة ويقول أنت يبقى مع السيد ساذا بالداخل بسرعة. ويقول تشين هل لدوادك مشكلة ما وتقومونوغ؟ ربما نعم. وننتقل الداخل ونرى تشين غشوان يرى يلعب بالحجر بخشبه، ويأتي هنا يقول الأخ تشين شوان ويقول له تشين الأخ يونهاي هل طارت الكاذب خارجا؟ ويقول له يونهاي لا تقل ذلك عن السيد شياو شياو، لم تكن تمزح السيد، لا يمكن تنبؤ به، فهو في طريقه إلى هنا، لا تكن غير محترم مع السيد حين تقابل هذا الشخص، هو الآن سلف طائفتنا. ويقول تشينغ سيسلف حتى اتخدعته، لا حاجة لقول المزيد، أود أن أرى ما يمكن يفعل هذا الرجل. لكن حين ينظر إلى تشين وانبوى طاقة منبعثة منه مدمرة حيث يركع عليه ويقول له لم أعلم أن السيد العظيم كان هنا، أنا آسف لعدم ترحيب بك، أنا آسف حقا. ليبدأ يضحك يونهاي ويفكر تشينغ أي نوع من الحظ يستعمل هذا اليونهاي، كيف يكون له أن التقف على مع مثل النوع من وجوده. ونرتين يفكر هل تحب الركوع من هذا مجامل بين المتدربين، ويقول له يجب أن نحن كذلك لمرغ والعم يمسكون، ويقول لا مستحيل. ونرى تسقط من تشينغ حبة أو خشبة ويقول تشين من أين حصلت على هذا؟ ويقول تشينغ شوان سيد هذا هو ما وجد تلاميذ قسم القمر الوامي على طريق مادة ذا الحبة غير معروفة وما بداخلها أجوف، لقد جربنا كل طريقة ولكننا من تمكن من فتحها. ويقول لكن ما هي المواد غير معروفة؟ إنها مجرد خشب عادي، لا يوجد شيء جيد في الداخل، مجرد طعام حيث يصعقون. ويقول يا سيد هل تستطيع أن أكروي ما بداخل؟ ويقول تشين ليس لدي هذا النوع من مهارة، قد صنعت هذه الأشياء بنفسي. ويقول آه صنع ألعاب الأطفال مهم حسنا، أثروا على بعض الخشب صنع أقفال وبان، أقفال وبان هي تقليدية أخشاب الدماغ دعابة لغزة ألعاب تعليمية. ويقول تشين كنالية الفتح تبدو مكسورة، إذا لا يمكن فتحها بطريقة أخرى سأبحث عنها. وجدتها ويخرج سلاحها ونرى يتم قطع رؤوسهم ونرى هذا الشعور حلما. ويقول الآن فقط ماذا حدث؟ فمثل هذه القوة المخيفة كنوز العالم بعيدة كل البعد عن هذه القوة، حتى الأسلحة الخالدة التي شعنها السد في هذا المستوى إنه عنصر أسطوري. ونرى تشيني يقطع الخشبة ويتم فتحها، منظور تشيني غان ويقول هل يمكن أن يكون هذا تصادم بين القوانين؟ ويقول تشيني ماذا تكتبون بعيدا؟ وتقول مروغ سيد ما هذا؟ ويقول تشيني إنها مجرد حلوة من فتاة أن تكون مكافأة لأطفال فتح ألعابهم، لذلك ها أنت ذا. وتقول مروغ حلوة لكن القوة الروحية قوية جدا، أنا وهي تلتم لتخترق ويخترق من المستوى الأول من تشكيل الأساس مباشرة من المستوى العاشر من تشكيل الأساس. وتمسك تشين وتقول له لم تنقذ حياته وتوجهني إلى الاختراق فحسب، بل منحتني أيضا فرصك هذا، أنا حقا لا أعرف كيف أرد لك دينك، أنا يمكنني أن أعطي جسمي لك فقط. ويقول تشين مهلا إنها جميلة وشخصية جيدة مثل هذا المرأة الجميلة تجد في الواقع أن تقدم نفسها لي بسبب حلوة، وهناك مشكلة في عقولكم يا ناس. ويقول تشين الفتاة لا تحتاج أن تكون هكذا، أنا لم أفعل شيء وليس بحاجة لجسد، ناهيك عن أن والدك قد لا يوافق، لكن عيونه يقول
طال علامه ويقول لقد علمت ان شيء لن تكون ممتنه من ذكاء الطفل اشعر ان هذه الطريقه هي افضل طريق السداد. ويفكر بطلنا تشين كل مشاكل موروثه منك ليس كذلك؟ لكن يمسك بطلنا تشين يقول مورنونغ ان عفتك ليس شيء يجب ان تعطيه بسبب حلوه، هل تفهمين؟ من ذن نسي سيبقى في الطاقه تقول له مورنونغ والجبيه سيحتاج الى شخص ما يخدم، ماذا عن السماح لي ان اكون خادمتك؟ ويقول تشين خادمه وتقول مورنونغ انا حقا لست جميلة لهذه الدرجة، لكن يسيل دماء بطلنا تشين انت المسؤول عن هذا، اعطيه العلامة. ولكن تشين شوان يقول له لن تقل ان شوي ستكون ابنتي في القانون ولا احفظ لي كرامتي وقم بايقاف هذا. ويقول له يون هاي اذا كانت لديك قدرة فانك تقاطع من السيد فمن غير معقول لو من الاخرين على عدم كفاءتك نايك عن هذا ورغبة شوية خاصة. ويقول تشين شوان لو عميق جدا من واضح انك جشع للحصول على بعض الخدمة السيد. يفكر انا حق لا اعرف اي نوع من حظ قرف يمكن ان يبقى هذا الحاكم العظيم في الطاب شوية، لم تخترق فقط ولكن ايضا ارتفعت عشرات مستويات على التوالي، ما هو فرصة ابني اذا واجه ابني هو ايضا وسيم جدا اذا كان يستطيع نم 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 ابني. لكن بطلنا تشين يشعر بالقشرارية ويقول ما هي الاشياء الغريبة التي تفكر فيها؟ لماذا اشعر فجأة بالبرد من الخلف؟ ويقول ما لا هذا كل شيء دعني اذهب اولا. ولكن مورنونغ لن تدع ابدا. ويقول تشين هو يفكر لا تعقل لا استطيع تراجعه الان، لقد دفعت السبب غير مفهوم الى مركز السلف من قبل زعيم الطائفه واصبحت ابن زعيم الطائفه خادمه السبب، ما لا يوجد شخص عادي هنا ولحسن الحظ تمت المهمه بنجاح. ويقول له بالمناسبة سلف الطائفة ماذا يفعلون؟ ويقول له هاي سيد لا يحتاج إلى قيام بأي شيء، هناك حاجة واحدة لك فقط، عندما تحتاج الطائفة لاتخاذ بعض القرارات الهامة أو مواجهة صعوبات غير قابلة للحل. ويقول تشين إذا كان هذا حوالة يمكنك تطلب من بعض الناس أن يعودوا بي. ويفكر إذا كنت تريد الطيران لا يمكنك تقول أنك تريد جولة مع مجموعة من الناس فقط، قول ذلك. لكن يتم إعادته بسرعة مطلقة. ويقول له هاي سيدي كما طلبت نحن هنا. ويقول تشين يا للأسف وانا مزعوق قيونا. يفكر على الرغم من الضوء يسافر بغمض عين على بضع ميال في عيون السيد اخشى انها بطيئة جدا مثل سرعة الزلحفاة. ويفكر بطلنا تشين السوء الحظ لقد كان السرعة سريعة جدا، لم يكن هناك وقت للشعور بالطيران. وانا رايق لهم السلام انا افكر فقط في بعض الاشياء بما اني هنا سادخل واحدة سيكوبة من الشيء قبل ان اغادر ثم ساتبعك باحترام. يقول لي هاي حسن حظ مياني ومن السيد. ويقول لي من غير متوقع ان تكون قام السيد على انه لماذا لا اتب لك مكان متميز في الطائفة. يقول لك لا افضل هاي الحياة بالفعل وما زلت تملك اسماك او دجاجة تربيتها في المنزل. هنا ينظرون للدجاج ويحسون بالضغط الهائل منها وتشي. ويقول تشين ما خطبكم يا رفاق؟ ويقول يونها لا بس فقط ان التصفي اصبح صعبا فجأة. وتقول مورنونغ نعم ان كل شيء على ما يرام. ويقول تشين شوان نعم نحن بخير. وهو ينظر الدجاج ويقول تشين نعم يمكنك القيام بجولة حول الفناء وساعد بعض الشيء لكما. ويقول لا تفعل السيد وانا يدعم في الفناء. ويقولون انتهى امرنا. هنا تشين غشوان ان مشهد مثل مشهد مطلقة شجرة الخوخ التي يحط بها تشي وبرك السماء المحيطة بتشي ايضا والدجاج المحاطة بتشي والمكنسة المحاطة بتشي الفناء كله مليء بذلك تشي. اي نوع من الكنوز هذا المكان الذي يعيش فيه السيد مخيف جدا، ماذا يجب ان نفعل؟ ويقول يوناي ربما يقوم السيد باختبارنا نصمت هناك يجب ان نصمت ونرى كيف لنا ان نصمت في مثل هذا الوضع. نرى مورنونغ تحس بالضغط وتقول ابي انا لا استطيع التحمل بعد الان. ونرى يسأل تشين ونرى احس كل من في هذه السعال ليبعد الضغط. ويقول يونها لقد قال السلف ان الذي سيعيش لكن اعتقد انه يجب ان نتحقق دعونا ندخل بسرعة. ونرى تشين يسأل ويقول يونها سيد نحن هنا. ويفكر تشين لقد اختنق بسبب الشاي. ويقول لهم هل عدتم من الجولة؟ اجلسوا لقد جاز الجاي تو. انتم يا رفاق هل كنتم تمارسون تمارين في الفناء؟ وانا
نرام متعبين بشدة، فإنها ليس كبير جدا حتى بعد قيام بعض التمارين وركض فترة لا تكون متعب جدا، ليس كذلك؟ هل ممكن أن يكون؟ ونرى ينظر إلي مرنغ ويقول نسى ذاك، أليس مشياني وخجول؟ من فضلك تذوق طعمه واخبرني إذا أعجبك. ونرى يسقط وفي نظر الآخرين، ونرى طقت شي ويقول شيغشوان، أي نوع من الأكسير يتكون من هذا الشاي؟ وتقول يوناي لا أعرف، ولكن لا ينبغي أن يكون أقل من سكين المطبخ التي يمتلك السلفة من نظاد متحرك بتهور. ويقول يوناي بالنسبة لهذا الشاي أجي تتقلب إلى الجذر الروحي، هو أساس كل متأخر خالد، ومستوى الجذر الروحي يحدد السرعة ونقاط امتصاص الطاقة الروحية. فقط عن طريق شمراه الشاي يتم رفع جذر الروح، فماذا سيحدث إذا شربه؟ ويقول تشين ما الخطبة طعم الشاي ليس جيدا، ويتهمون بسرعة. ويقول ما زلنا نريد المزيد. ونرى يفكر تشين ما انكم لم تحبونا، وانني اتخيل اخشى ان ليس دي ما يكفي من الشاي. ونرى شربوا الشاي كله. ويقول لهم تشين يونهاي هيا السيد اعطوني ما زلت تريد المزيد. ويقول له تشين ما يرفق لا تضحك ولا تسخروا مني، لقد شربت كل الماء الذي املك والان لم يتقن معي. ويقول تشين اخشوان اوه حقا السيد لا يزال لدي بعض منا هنا. ويصرخ عليهم تشين اخرجوا من هنا، شرب الكثير من الشاي امر سيء صحتك عد لاحقا. ويقول يونا اسف انا اتذكر تعاليم السلف. ويقول تشين ماذا علمت لهم مجددا؟ ذهبوا اخيرا، انا ساذهب للتسوق في المدينة من رجل الطعام، ولا سوف اتضور جوع حتى الموت. ونرى شروق الشمس حارقة، ونرى سلفة الطائفة الجبلية يجلس يتدرب عليها علامة الظهور. في هذه اللحظة أعتقد أنني من خلال مشاهدة الشمس هناك فرصة بنسبة 60% لاختراق للمرحلة الروحية. عندما تصل للمرحلة الروحية لا يمكنك ارتكاب الأخطاء. أنا قريب، أنا على وشك الوصول لهناك. مرحبا، لقد عدنا هنا ليبسق الدماء، لدي إخبار عظيمة لك. ويكون هذا يوهاي ويقول لا تبدو مستاء قليلا. ويقول لدي إخبار عظيمة. ويقول سلفهم حسنا أنا لدي أخبار سيئة لك. وهو يسحب ويهاجم. ونرى السلف غاضب جدا، سعيد جدا أخبار عظيمة ليس كذلك؟ وبدأ يضرب يوهاي. ويقول يوهاي توقف يا أبي عن ضربي. ويقول سلف لقد دمرت قاعة تدريبي، هل كانت لديك مضغين ضدي في حياة سابقة ليس كذلك؟ ويقول تشينغشوان يبدو أن جدك سعيد، وتقول مرغي ربما أبي هو السبب. ويرزم من قدمي يونهاي أبي. يقول لسلف تعتقد أن أمزح ليس كذلك؟ ويقول يونهاي لا تغضب كثيرا يا أبي، منذ أن طافتنا دي السيد فهو سوف يساعدك على الاختراق. ما لمزير خادي يقول له سلف على الأرض لنورن، لا يمكن لها المساعدة في اختراق للمرحلة الروحية، لقد تدمرت قاعة تدريبي الممتازة بفضلك. ويقول له يونهاي أبي هل أنت تصدقني؟ ماذا عن نتران؟ أنا أتحدث داك. ويقول له يونهاي حسن ماذا سأربح إذا فزت؟ هذا جيد، أراهن بعشرة ألف حجر روحي. يقول تشينغشوان وتقول مرغ وأنا أيضا أراهن بعشرة ألف حجر روحي. ويفكر السلف هذا كله تقريبا كل الثروة التي يملكونها ويجرون المراهنة بها. ويقول يونهاي ماذا تجعل المراهنة؟ ويقول له وغاضب ويضرب مرة أخرى السلف وقع جدا قد الطريق إلى هناك. ونرى يحلون ويقول وصلنا. ويقول السلف هذا مو المكان. وتقول جدي تكلم بحذر. وتقول يونهاي هذا صحيح لا تقل أي شيء، وقع أن السيد يعتبر نفسه بشري ويدرب عقله أيضا. يا أبي لا تذكر أبدا موضوع صقل أمامه. ويقول السلف هي حيلة ذكية، أيضا نرى كيف يبدو هذا الخاد، ونرى يدخل ليحس بالضغط هذا، وإذا ما يحس مرة أخرى. وتقول مرغ جدي. ويقول يونهاي أبي. يركع السلف ويقول هذا المكان لاين هو حقا مسكن خالد. ويقول تشيغشوان العمور رونغ. ونرى السلف يفكر الضغط وحده يجعلني غير قادر على التحرك، أي نوع من الوجود لا يوجدنا. ونرى سكين مطبخ يحاول قتله ويصرخ عليه الديك توتشو ايربر توقف، ويحاول القتل لكن بأخير لحظة يتوقف ويحدث انفجار هوائي.
ويقول جون هذا الشخص هو سكين مطبخ السيد. ويفكر سيف سكين مطبخ أي سكان زو هذا. ويقول سكين مطبخ فيني هذا الرجل عجوز لا يبدو شخصا جيدا من النظرة الأولى، وأنا لم أراه من قبل، لذا أعتقد أنه يمكن قطع على قطعة. ويفكر سيف هذا مستوى عالي من الذكاء الناشئ يتجاوز أدوات الخالد، وقد دعا هذا الذكاء الديك باسم ملك الوحوش طار فينيق. ويقول الدجاجة هذا رجل عجوز قد يبدو الأحماق ويخشى أنه سوف يصبح أكثر غباء بعد أن تقوم بتقطيعه. ويقول سيف ما هذا المكابح حق الجحيم. ويقول سكين مطبخ يبدو هذا منطقية، وأنا رأي أخرج طاقة يرجع لسكين مطبخ. ويقول للسلف أنت من نظر أنت تحسن التصرف، ولا حتى لو أصبحت غبية سأقتلك. ويقول سلف هذا، ويعود سكين مطبخ إلى المطبخ. ويقول وين حالي للدجاجة السلف، شكرا لرحمتك إنها عظيمة لا تنسى. ويقول له يا أبي يجب أن تصدق ذلك الآن، متى ستكمل رهانك؟ ويقول له سيلف تتجرع على ذكر هذا الآن. ويقول له يون ماذا؟ ويضرب سيلف ويقول له والدك كاد أن يموت تقريبا، وانت لا تزال تفكر في الآن هنا. وتقول مروق جدي يبدو أن السيد ليس هنا، لذا أرجو أن تعمل أكثر، أولا يجب أن تكون قادرة على الحصول على السعادة عندما يعود السيد. وقوة سيلف ناسا يسمع لحفيدتي. ونعود للخارج وبطلنا يغني جاي وينظر اليوم ويقول لماذا عادوا من جدد؟ لا يصلنا هذا مزيد من الشاي بعد الآن، ماذا عن الرجوع والاختباء؟ وانتظر مونوغ إلى بطلنا ويحاول الهروب وتقول لكن ننتظرك لفترة طويلة لقد عدت أخيرا. ويقول تشين أنت لماذا عدت بهذه السرعة؟ هل هناك أي شيء آخر يمكن قيام به لك؟ تقول مونوغ إن سيدي إن جدي. ويقول تشين جدك لا أنا أحد جد مورلوغ ليس هو السلف في الحقيقة، طائفة جبلية كيف يمكن أن يكون لك عفيفا منزلي؟ لا أستطيع تحمل سائلي مثل الشخص بغض النظر عما يحدث، يجب أن أعتذر. ويقول هاي أبي إن السلف هنا سوف ترى شيء موجود حوله، وعندها ترى للمرة الأولى تذكر تسيطر على نفسك. ويقول تشين معذرة. ويقول السلف أين هو؟ يدور وجهه لينظر في كل مكان. تشي هل قلت أن تشي تواجد حول جسده؟ أنه متواجد في كل مكان، كل ما كنت أقوى كل ما أمكنك أن ترى بالشهر أكثر. ونرى يركع يقول له يا حي السيد. ويفكر تشين لعنة المزيد من سوء الفهم ويقول له هيا يا سيد من فضلك نهض، أنا مجرد بشر لا يمكنك الركوع من قبلي. لما عاد اختنق يقول السلف يمكنني جاتشي أن تحرك بشكل سلس إنه خالد حقيقي. وانا تمام كما قال يونهاي السيد يعامل نفسه على انه بشر تدريب عقله. السلف كريم للغاية، يمكنك منادتي بالشيخ او رجل عجوز، ولكن من فضلك لا تنادي بالسيد مرة اخرى، لا استحق تحمل ذلك. ويقول تشين اذا سنادك بالرجل عجوز بما ان جميعنا دعنا نذهب للداخل ونجلس، ويعتبروا المنزل منزلكم، ونام سعداء وسنشرب الشاي مرة اخرى. ويقول تشين لن نصنع شاي هذه المرة، ماذا عن اداد وجبه؟ ويقول سيف كما يحل لك يا سيدي. ويقول مرغ أجل أجل. نعم يدخلون ونعم يايسين وينظر إليهم السيف ويقول أنا مدين لكم باعتذار، ولكن لماذا كل وجوهكم عباسة؟ سأعطيكم تلك الأحجار روحي عندما أعود، أعتقد أنني من كان مخطئ هذا المرة. أنا حقا متوقع أن مثل السيد يعيش في عزلة. ويقولون هاي هل نحن نتم بتلك الأحجار الروحية الآن قمامة؟ نحن نريد شرب الشاي فقط. ويقول سيلف شرب الشاي فقط، اصنع بعض منا بنفسك، السيد ليس من النوع البخيل. ونرى يحس بالضغط من التشيل يسقط على الطاولة ويقول يا لا من ضغط قوي، هل من ممكن يكون ذلك؟ هل هذا أيضا كنز أدوات المطبخ؟ ويقول له يونهاي يا ابن احنا لم نجوع على التارك من دخول المنزل، او انت تجوع على امسهم؟ ويقول السيف قل لي ذلك قبل امسهم. وانا يسقط مرة اخرى، لكن ياتي عطس من الداخل. ونرى يطبخ تشين ويقول ان راح الفلفل تخنقني حقا، ويتشمر راح على هذه الوجبة الجيدة. ونرى تشين غشوان يخترق من مجرد رائحة الوجبة، ونرى الجميع متفاجئ. ويقول السلف ان راحة قوية وهي ليست براحة بسيطة الان، هذا تنقية للغاية. ويقول ينهاي اي نوع من الدواء الشافة الذي يطبخ السيد؟
ان الرائحة وحدها لديها مثل هذا الهالة، النقي يجب ان تكون الاطباق التي يتم تقديمها لنا الهية، ويقول تين تضاضى وتذوق الاطباق النساء ذب الاحضار الارز، ويقول يا لا شكرا لك على الطعام، ويقول تين ماذا لو اتمنى ان يكونوا مهذبين هذا المرة، لماذا ينتابون هذا الشعور السيء؟ ويقول حسن الحظ قمت بطهي كثير من الأرز هذه المرة، ويجيب الأرز ويقول أريد منكم يتناول الأرز، لكن يراهم بصعوق يراهم يتناولون بشراهة، ويقولون يا سيد هناك مشكلة سنحتاج مزيد من الأرز. ويقول تشين لماذا تأكلون كأن آخر وجبة لكم، هل في حياة؟ ويقول تشين بنفسه ماذا حدث هنا، هل أكلوا كل ذلك؟ أنا لا أفهم، يكني ماذاك مصدوم أن يأكل الحساء أو الأرز الخفيف مثل شخص يتضور جوع، يبدو أن حياتهم كانت تجارب صعبة جدا. يا فتاة انتبه إلى صورتك أمرا، وبدأوا التهم طعام كامل يجعلون نظيفا. ويقول مرنخ شكرا لك على حسن ضيافتك، وانا يقول لهم يوتشين على الرحب بالساعة، وفكر حتى انهم لاقوا الصحون جعلوها منها نظيفة. وانا رأى تشين شوان من مرحلة الخامسة من يوان ينغي للمرحلة الثامنة، والسلف من ذروة الاساسية الروحية الى المرحلة الاولى من الالوهية. وانا رأى مورونغ المرحلة الخامسة من تجمع تشي الى تجمع نوى الاساسية، اكل ونوم ما احلى الحياة. ونرى يونهايم من المرحلة الثامنية إلى المرحلة الخامسة، ونرى يفكر السلف قد اخترق التأخير، اعتقدت ان المرحلة الروحية سوف ترافقني بقية حياتي حتى انها جاءتني مكتئبا جدا. ونرى يركع تشين ويقول له سيد لن انسى لطفك العظيم حتى في حياتي القادمة. يقول تشين هيا العجوز ماذا تفعل؟ ويفكر ماذا يعني هذا بحق الجحيم؟ هذا لا شيء لا يستحق امتناني، يقول للسلف. والسلف يقول له اذا عندما يكون لدي متسع من الوقت مستقبلا يمكن ان تنتنى طعم سيد. نرى تشين غاضب جدا ويرميه من خارج، ويقول يجب عليكم ان تذهبوا وتتدربوا. ويقول يونهاي ابي ان هذا واقع جدا، اخبرتك لا تقول هذا النوع من الشيء. ويقول للسلف اتوقع معك التجرع على التحدث معي هكذا، الوظيفة الاب الصفاء لابن كل دقيقة. ويقول سليف لما صدع رحتما كنت متحمسة جدا وقلت ذلك عن طريق الخطأ، لكن سيد لديه قوة سحرية كبيرة، كيف يمكن أن يكون غاضب بسبب مثل شيء تافه؟ ونرى تشين وغاضب، أنا نبت حتى لقمة واحدة من الأرز وما زلت تريد أن تأتي كل يوم، أنت حقا وقح جدا. ويقول السلف قال لنا السلف أن نتدرب، هذا ذكرني أن الجشع لا يمكن يثبت أساس التدريب. ويقول القوة التي تكتسبها باستعمال هذه الطريقة تذهب سدا. ونايم يمسون مع بعض تشينغ شوان ويون هاي، ويقولهم السلف مروغ انت ما تعتقدون انني معجب كثير بالسلف؟ وتقول حفيف دهت مروغ اجل يا جد اعتقدنا فهم ذلك. ويقول السلف يفكر من اجل ان تكون لديك حفيد الغش بسهولة عن طريق تناول الطعام. ويقول السلف تشينغ شان من افضل ان تخبر الاخرين عن سلف جديد. تشينغ شان يفهم اذا ساغادر اول وعود قبلكم للطائفة. ونأتي صوت تشينغ شان تذكر لا تعود الى الطائفة، لا ترجع الى الطائفة. ويقول تشينغ شوان صوت ابي. ويقول سلف مروغ والدك يمكن ان يستقطقني الف كلمة من الصوت السري. ويقول تشينغ شوان هذا صحيح، هذا التقنية اتصال اكثر سرية في طائفة تستخدم الغرض واحد، فهذا يعني ان طائفة تتعرض لهجوم. طائفة القمر الوهمي نرى البرق، وهناك شرير يقول تشينغ شياو تشينغ عندما دمرت ساقي فكرت يوما اني سيكون قادر على اختراق المرحلة الاولى من عالم الالوية، اريد ان ادفن طائفتك باكملها معك. ويقول تشينغ شياو تشينغ سلف طائفة القمر الوهمي لقد دمرت قرية بأكملها وقتلت كثير من الناس، كان يجب أن يعاقبك حتما، أنا نادم لأنني مقتلك في ذلك الوقت. ويقول شير أوه أنت لست خائفا من الموت. ويقول سلف تشينغ ما هو الضرر في الموت، لو أركنا الله بطائفة طائفة القمر الوهمي ابني ليس موجودة في الطائفة اليوم سوف ينتقم لي بالتأكيد في أم ما. ويصرخ ابن تشينغ شوان ابي لقد عدت. ويسلف تشينغ يفسق دمان ويصرخ عليه ماذا عدت؟ لم تكن تتناول العشاء لمقبرك بعد من عودة للطائفة.
وقلت شيخ شوان بصفة رئيس طائفة سيكون غير مناسب لي لاعود عند حدوث مثل هذا الحدث كبير. وقلت أيضا أنا فقط في مرحلة نعلم لوية قلت شيخ شوان ليعم الصمت ولا رايب سقدم ما يقول له ماذا لكن. وقلت شرير هذا صحيح شاك شاو تشين غاتق النقابي هل تعتقد أن ما وهي هي مرحلة يمكن تخترق إليها عن طريق تنام الطعام كل يوم إذا كنت تستطيع استدعاء شخص من مرحلة الوهية سناديك على الفور ويأتي سلف مرغ ويقول له ما ستجرادي بلا بيك. ونرى الشرير خرج قلبه من مكانه ويقول له أنت من أنت. وناسف مرغ يقول له أنا إذا قلت أنني ممكن تسمي بوالدك حتى إذا سيكون أهان حفيدتي ونرى يضاري ويحرق. ويقول سلف تشانغ من هو ذاك شخص. ويقول تشانغ شوان أوه هذا. ونرى يحرق بطاقته ويقول إن العمر رغ وهو في نفس مرحلة ذلك الشخص. ونرى يضحك السلف مرغ ويقول سعيد الآن لماذا تسبب في ضجة حسن الحظ قد جئت في الوقت المناسب. ويقول سلف تشانغ سلف الطائفة الجبلية انه حقا انت يا العجوز ما خطب سرعتك. ويقول سلف مروق قصة طويلة كيف كنت مصمم على عدم الإيمان بمسألة سيد كبير لذا كنت أستل فرصة المراهنة مع زعيم الطائفة وخسر بشركي رهيب. ويقول سلف مروق في الواقع انك سيد قائد يعيش في بلد قريبة ولا في ولا يا طائفتنا. ويقول بعد تناول وجبة ما اخترقت عنق الزجاجة. ويقول سلف تشانغ هذا اذا هكذا هو الامر ارجوك خذ من رؤية هذا السيد العظيم. ويقول سلف مروخ اصدقت ما قلت لا تشك في انني كذبت عليك. ويقول سلف تشانغ مستحيل لقد زادت قوة ابن القمامة بسرعة كبيرة على وعلى ذلك لدي صداقة معك سنوات عديدة فمن اصدق اذا لم اصدقك انت. وانا تشانغ مصعوق انا قمامة. وقلت سلف مرنوخ لما كان توقع منك أن تقول ذاك فالصحيح أن السيد كبير نزل إلى الأرض وعامل نفسه على أنه بشر فاني التنمية عقله. لقد قدرنا التون منزل السلف وليس من جهة جدا أزعاجة مرة أخرى. وأخذ بعض التعبير ويقول له السلف تشانغ هل تكذب علي أي سنة صدقتك الآن. ونرى الضغط عليهم. وانا يقول ماذا صوت زلزال خطاء هناك ضغط روحي في قوي قادم. ويقول سيف مروخ ماذا هذا الاتجاه هو ما كان قام السيد الكبير. هيا دعنا نذهب للتحقق من ذلك ربما يمكن تناول عشاء في منزل السيد الكبير. ويقول سيف تشانغ عشاء وينطلقون بالرحيل. وانا تشانغ شوان يقول هيا ماذا عني يا رفاق خذوني معكم ايضا. وانتقل لساحة منزل تشين بينغان. ويقول دجاجة ماذا أنا اكتشف بعض المشاكل القادمة. ويقول سلف تشانغ هذا هو مقر إقامة السيد الكبير. ويقول سلف مرونغ الباب مغلق يجب أن يكون السيد في الخارج. يبدو أنني لا صحتنا ولا عشاء في منزل سيد لان. ونرى منزل سلف تشانغ وماذا أنت قلق دامة بشأتنا ولا عشاء في منزل سيد الكبير. ويقول لكن وهو ينظر إلى هذه الفجوة زلزال تشيلان بسبب هالفجوة الضخمة. بعد أن تهتز فجوة ينحدر العالم السري بمثل هذا الفجوة الكبير فقد يكون العالم السري بداخله بحجم مدينة بأكمله مو يعني أن المدينة أدنى ستدمر تماما. هل هذا من فعل السلف؟ ويقول سلف مورغ مستحيل سيد كبير يتدرب على أنه بشر ولن يستخدم زراعته بدأ القيام بمثل هذا الشيء القاسي. دعنا نذهب لا فائدة من بقائنا علينا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس في مدينة بما ما لا يزال هناك وقت لذلك. ويقول سلف تشانغ هذا صحيح. ونرى الطاقة تخرج وينتفتون إليها. ونرى التنين يخرج من هذه الطاقة من أسفل من منزل وينطلق نحو الفجوة يبدأ التهامها. ويقول سلف تشانغ هذا التنين لنا على حقه. ويقول سلف مروق نعم لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك فينيكس بالداخل. ويقول تشانغ سلف فينيكس من يستطيع قيادة كلام التنين وملك الوحوش معنا إنه إمبراطور الخالد. وانتقل إلى بوابة فتحت في الغابة ويخرج منها سيف ويفكر جيد جدا لقد هربت أخيرا إلى الفاني سيف مكسور طائفة القمر الدموي اللعينة تريدنا اعتذر. على الرغم من اصابات بجروح بالغة سبب اضطراب في تشكيل النقل لاني الان جسدي الروحي لم يتضرر
الأغرار، وسأستعد شكلي الحقيقي في غضون 100 عام ونحو ذلك. ويأتي شخص لماذا يوجد سيف هنا؟ ويقول سيف ماذا؟ ويتم إمساك يحاول إمساكه، ويقول السيف إذا لمسني شخص فاني فسوف تسحق آلتي، فقط لم نفسك على سوء حظك. ويقول وامسك السيف يبدو جيدا. يتفاجأ السيف ويقول كيف أنه زيد بخير؟ هذا الشخص وينظر إلى الطاقة حوله ويقول تشين أنه جيد سيأخذ لي المنزل. ويقول السيف أي نوع من الوحوش هو؟ وتكون النهاية. أتمنى يعجبكم المقطع، وتضعنا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.